والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سلام، سيد إبراهيم بحال اللي بيقول عليه ربنا أمة، واللي بيقول إن إبراهيم ابتلاه ربه بإيه فأتمهن. الله يقوم يقول أطمع، قال لك هو أدب مع الله وهضم لعمله، لأنه مهما عمل دون ما يستحق الله. فأنا أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا بقى جاب حيثية الألوهية لتعبد، وبعد ذلك طلب من الألوهية التي تعبد مطلوباتها. ليه؟ قال لك لأن ما دام قلت هو خلقني وهو يهديني، أقررت بنعم الله علي، ولما أقررت بنعم الله علي كبرياء العبد انتهى. وما دام كبرياء العبد انتهى تبقى روحه بقت ايه؟ بقت صافية. لما روح بقت صافية وأجهزة سليمة نقول له أنت أهل لأن تناجي ربك بالدعاء. إنما ما تعترفش بالنعم اللي فاتت وبعدين تيجي تدعي لي. هو أنت عرفت النعم اللي أنا عملتها إيجاد من عدم وإمداد من عدم وكذا وكذا، وبدأت تيجي تدعي لي من غير حاجة؟ لازم اللي عايز يدعي ربنا يكون إيه؟ اعترف بنعمه أولا عليه السابقة، يقوم لما يطلب اللاحقة يبقى له حق ولا ملوش حق؟ إنما ما ذكرش لله نعمة سابقة وبعدين يقول له اديني، يقول له لا مالكش حق. انت لازم تعرف. اذن لا تدعو ربك الا بعد صفاء عبوديه وعمل، تبقى بقيت صافي واديت. لان لا من عالم من عمل بما عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. يقول له انت مامون على ما تعلم، فخذ من عندي، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ساعه ما تتقي ربنا ونصفك تصفي كده تلتفت تلاقي المشاكل ايه، كل مشكله تيجي بقى حلها ربنا، يديك النور يديك النور يديك النور. ليه؟ لان انت عملت رصيد من ايه؟ من صفاء الاخلاص والنجوى الى الايه، الى الحق سبحانه وتعالى. فبعد ما خلقني فهو يهدي، وهو يطعمني ويسقي، واذا مرضت فهو يشفي، ويميتني ثم يحييني. رب مش كده ابتدى يدعي بقى، ابتدى ايه بعد ما عمل ايه. ولذلك الناس الناصحين يقول لك انا لما ادعي ربي انه يعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، مهما قلت من كذا وكذا فانت تدعو بالخير على حسب فهمك ومنطقك، مش كده ولا ايه؟ لو انت ذكرت النعيم الاول لله ثم تركته يفعل هيفعل على حسب قدرته بقى. ولذلك من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته اضعاف ما اعطي السائلين. ليه؟ لأن السائل إنما سأل بمقدار علمه في الخير، وإذا لم يسأل وذكر الله بدل السؤال ربنا يقول له الخير على معرفته هو، يبقى نقول اللي أوسع بقى. لما يجي مثلا تقول لابنك مثلا إيه أنت عايز إيه، أنا رايح مثلا البلد الفلاني يجيب لك إيه، يقول لك هات لي كذا وكذا 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 وكذا، خلاص هو حدد المطلوب له بعلمه. انما انت رحت بقى لقيت حاجات تانية وعلمك بقى وتجيب له بقى، واللي يقول لك لا يبقى هات اللي تجيبه، يبقى هات اللي تجيبه دي بقى، يبقى وسع المجايب ولا قلل ايه؟ اهي هات اللي تجيبه دي بتاعت ربنا.